ليلى انسه ناديه. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات. شرفي ارتاحي. طمنيني شلونك؟ شو اخبارك؟ كيف وقلمك شغال؟ ماشي الحال، مو ناقصني الا شوية تشجيع. برافو عليك. طيب فهميني اول، الالهاب شغال معك ولا عم يزرقن شوي؟ والله يا استاذ هيك وهيك، والحقيقة ضغوطات الحياة ما عم تخلي براس الواحد لا الهام ولا غيره. معك حق. بتصدقي اني احيانا بضل واقف عند جملة معينة اكثر من ساعة وبتقفل معي، بتقفل بفرد قفلة. هذا مع اني رئيس تحرير والمفروض يكون الهامي شغال على طول اكثر واحد فيكم. بقى شو رأيك؟ والله اذا عم يصير معك هيك معناها لا عتب علينا. ايه انسة نادية، هاتي لشوف. شوفي مواضيع بين ايديك هلا. الحقيقة استاذ انا ناوية اعمل تحقيق عن النقل الداخلي واعادة تشغيل الباصات القديمة، بالاضافة لموضوع خاص عن مشاكل الخليوي والشبكة، ومحتارة بانه موضوع ابدا. يا ريت تأجلي لي موضوع الباصات وموضوع الخليوي، لأنه في عندي تحقيق مهم بدي كلفك فيه. مو مشكلة أستاذ، مثل ما بتريد، بس بقدر أعرف شو الموضوع اللي بدك تكلفني فيه حضرتك؟ الحقيقة يا أنسة نادية، عم تجينا شكاوى كتير عن مصحة الأمراض العصبية والنفسية الخاصة بالنساء. عم يقولوا إنه الخدمات فيها سيئة كتير والرعاية مفقودة. في إهمال كبير من النواحي الصحية وسواها. فشو رأيك تعملي زيارة لهالمصحة هاي وتعيني كل شيء على أرض الواقع؟ أنا؟ إيه؟ أنت؟ شو المانع؟ بصراحة أستاذ أنا مستغربة طبيعة المهمة شوي، يعني بتصوري أنا كمبتدئة وطالبة بكلية الصحافة بكير علي استلم هيك تحقيقات حساسة. هو الحقيقة أنا اخترتك إلك بالذات لأنك أصغر صحفية عنا، بالإضافة لكونك حلوة وذكية ووجهك بريء وطفولي. هالشي بيخلي المرضى والمسؤولين يحسوا ببراءة مقصدنا وينطلقوا بالتحقيق على سجيتهم. بس إذا كنتي مالك مرتاحة كتير لهيك مهمة، ممكن كلف حدا تاني غيرك. لا لا أبداً أستاذ، أنا ما عندي أي مشكلة، بالعكس أنا روح قلبي هيك مهمات، وحضرتك تعرفني قديش حشرية وكتيرة غلبة وبحب أسمع قصص وسير الناس، بقى هيك شغلة جتني على إيديها ورجليها. عظيم عظيم كتير هالكلام، بيسعدني. ها بس يا ترى بتفضلي تكون زيارتك رسمية وبشكل علني ولا بتروحي متخفية أحسن؟ شلون متخفية أستاذ؟ شو يعني؟ أعمل حالي مجنونة وفوت لجوا؟ لا مو هيك قصدي، يلي بقصده إنه بإمكانك تدخلي لجوا بصفة تانية غير صفتك كصحفية لحتى تعيني الأمور على الواقع بدون تجميل أو تزويق. والله يا أستاذ بفضل روح بمهمة رسمية لحتى أخذ راحتي أكتر. أوكي على راحتك يا أنسة نادية. أنت بتحب تروحي؟ بكرة أو بعد بكرة مثل ما بدك. ليش لا؟ ممكن، بس دخيل عينك بدي إياك تجهزي لي هالتحقيق هاد خلال شهر على أكثر. إن شاء الله أستاذ، خلص أعتمد علي. أوكي شكرا كتير. مع السلامة. يا هلا. على مستشفى المجانين؟ لك شو جنيتي أنت؟ هذا اللي كان ناقص. ماما ليه عم تحكي معي هيك؟ طبعا بدي احكي معك هيك لانه انت مالك مضطره تقومي بهيك مخاطره. هلا هاي بتسميها مخاطره؟ طبعا مخاطره، لكان حدا بيروح على مستشفى المجانين برجليه. حبيبتي ماما انا رايحه لهنيك لحتى اعمل ريبورتاج، مو رايحه لحتى اسكن فيها. ولو بيضل فيها مخاطره، انت ما بتعرفي كيف ممكن يستقبلوكي او حتى كيف ممكن يتصرفوا معك. هدول مجانين، بتعرفي شو يعني مجانين؟ يعني شو ما بيجي لبالهم بيساو. طمني حبيبتي أنا على الأغلب ما رح أكون لوحدي، أكيد رح يكون معي في مشرف أو مشرفة أو حتى ممرضة. وغير هيك لازم تعرفي إنه مو كل مقيم بالمصحة رح يكون خطر أو عدواني، بالعكس يا أمي ممكن تلاقي ناس كتير مسالمين وكتير ودودين. مظبوط أنا معك، بس كمان ممكن تلاقي العكس تمام. طيب أنا عندي فكرة، إذا كنت كتير خايفة علي تعالي معي. لوين بدي أجي معك؟ على المصحة. بإمكانك ترافقيني على إنك مثلاً رئيسة قسم التحقيقات أو رئيس التحرير، بقى شو رأيك؟ لا حبيبتي لا، أنا ما عندي استعداد لهيك مشوار منوب، تسلميني على الاستفادة. بعدين حدا بيعزم حدا على مستشفى المجانين؟ شو ماما؟ خايفة تروحي؟ لا مو سألت خايفة، بس هيك روحها بدها استعداد نفسي، وأنا ما عندي استعداد. خلص ماما مثل ما بدك، أما أنا بقى فعندي الاستعداد النفسي والجسدي. يعني مصرة على هالروحة؟ إيه طبعاً. طيب ما لقوا غيرك لهالمهمة؟
قال وشي بريء والمجانين أذكياء، يعني بيعرفوا الخبيث من الآدمي. أصبح على راحتك، بس قد ما قدرت ديري بالك على حالك وكوني حذرة، فهمتي شو عم أقول لك؟ حاضر، رح آخذ حذري. يا حبيبتي يا ماما، بتخافي علي مو هيك؟ إذا ما خفت عليك على مين بدي خاف؟ الله يخلي لي إياكي يا رب. ادخل. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. أهلين 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 وسهلين ومرحبتين. أهلا وسهلا ومرحبا. حضرتك الآنسة نادية الصحفية إذا ما خاب ظني. صحيح، أنا الصحفية نادية. يا أهلا وسهلا ومرحبا، شرفي شرفي، ارتاحي. يا أهلين وسهلين ومرحبتين. الغريب يا آنسة نادية إنه كتراني زيارة الصحفيين إلنا، ليش؟ ما حدا بيعرف. ليش في حدا من الزملاء سبقني لهون؟ حدا من الزملاء؟ قولي كل الزملاء. عدي على أصابيعك. جماعة مجلة الحقيقة أولاً اجوا لهون، عملوا لنا طوشة عريضة طويلة وضلينا أسبوع بكامله عم نهدي المرضى. مندوب مجلة صحتك بتهمنا، عمل جولة اطلاعية ونشر عن المصحة شي كان وشي ما كان. ليش؟ ما حدا بيعرف. لك حتى مجلة القلة الرياضية ما وفرونا، اجوا لعنا عملوا ريبورتاج عن كيفية ممارسة المجانين، قصدي النزلاء للرياضة. عفوا دكتور، حاسة كأنك مستاء من زيارتي، في هيك شيء؟ لا لا عفوا أنسة نادية، لا تفهميني غلط، أنا مو مستاء منك بالذات، أنا مستاء من الواقع العام. يعني الصحفيين يلي زارونا ما كان عندهم مصداقية أبدا، وناقشوا أمور المصحة من زاوية ضيقة جدا. ليش؟ ما حدا بيعرف. صحيح في عنا نحن بعض السلبيات والممارسات الغلط بالمصحة، بس هذا مو كل شيء، كمان في أمور إيجابية كتير لازم ينحكى عنا. بعدين عفوا يعني يعني كتير ظابطة برا حتى تزبط جوا أنسة نادية. يعني عفوا عفوا، المجانين هن شريحة من المجتمع، شريحة مهمة كمان، وبقدر ما بيكون هالمجتمع معافى حضاري بيكونوا مجانينه على نفس السوية. المجانين يلي عنا أنسة نادية، منين يا حزرك؟ ما بعرف منين. من المجتمع، من حارتي ومن حارتك، من ضيعتي ومن ضيعتك. أنسة نادية، مجانيننا بالأساس كان في صعوبة بضبطهم لما كانوا عاقلين، لأنهم كانوا مربيين على الفوضى والاعتباطية. فشلون بدنا نضبطهم هلأ بعد ما جنوا هستروا؟ ليلي شلون؟ لا، وفوق كل هالتعب يلي منتعبه مع المرضى والمجانين بيجوا الصحفيين وبيتفقسوا علينا. ليش؟ ما حدا بيعرف. وعلى إثارة أسئلة سخيفة، ليش ما في لحمة بالأكل؟ نعم، هنن هيك بيسألوا، ليش ما في حليب الصباح؟ ليش ما في إشراف طبي؟ ليش كادر الموظفين قليل؟ ليش عم تتعاملوا مع المرضى بوحشية؟ ليش الإقامة مو إنسانية أبداً؟ يعني ومن هالأسئلة السخيفة هي، فشلون أنا بدي أعمل؟ شو بدي أعمل يعني؟ فهميني، يعني نحن كمان عم نعاني من ضعف الإمكانيات، من ضعف الرواتب، من لا مبالاة الموظفين والممرضين. طيب أنا شلون بدي أطلب من ممرض عم يعيش مع المجانين 10 ساعات باليوم وعم يقبض راتب 4000 ليرة بالشهر؟ شلون يا آنسة؟ شلون بدي أطلب منه يتعامل مع المجانين بأسلوب حضاري وإنساني؟ لا تأخذيني طلع خليه شوي، بس معلشي قاس همن عزمان، منيح اللي عم يضل فيه شوية عقل، الحالة عنا بتجنن يا آنسة، والله بتجنن صدقيني. دكتور انت هيك عم تسكر كل باب وشي. لا لا ابدا، انا ما عم سكر ابواب وش حدا، كل ما هنالك اني عم بطلب منك تتعاملي بموضوعيه وعقلانيه مع يلي رح تشوفيه بالمصحه. أنسة نادية، بس تكتبي عن مشاكل المرضى والمجانين ومعاناتهم، يا ريت يعني هيك تتذكرينا وتكتبي كمان عنا وعن مشاكلنا ومعاناتنا، لانه يعني كمان نحن بشر مثلنا مثل هدول اللي جوا، ما مننقص عنهم شيء. وما شاء الله كان عنك، يعني باينتك ذكية، قلبك طيب، مو مثل الغوريلات اللي اجونا الاسبوع الماضي، بعتولنا غوريلات.
بوعدك دكتور اني اكون موضوعية بكل شي بكتبه، ولا يهمك. ممكن هلا ابدا بجولتي؟ ايه طبعا. منين بتحبي تبدي انسة نادية؟ حابة زور جناح النسوان اول كل شي. اوكي ما في مانع، رح ابعت معك المشرفة ام عزيز حتى ترافقك. لحظة صغيرة لو سمحتي انسة نادية. تفضل. الو انسة رزان، اطلبي لي ام عزيز لو سمحتي. أنسة نادية، كل نزيلات هذا الجناح مسالمات وهادئات، يعني بينشربوا مع المي العكري. يعني ما فيهم ولا وحدة خطرة أو عدوانية؟ لا أبداً، لأنه نحن الخطرات والعدوانيات منحطهم بمهجة على حالهم، حتى على الحديقة ما بنقدر نطالعهم لأي سبب من الأسباب. أنا الغلطان ما جيتي، أنا الغلطان ما جيتي، أنا الغلطان ما كويتي، أنا الغلطان ما جيتي، أنا الغلطان ما جيتي. طيب ممكن أسأل هديك المريضة شو قصتها؟ هي هي ستي كانت متزوجة وعندها 4 أولاد، في يوم من الأيام اتخانقت هي وزوجها لأنه نسيت تكويله قميصه، فقام طلقها. المسكينة عقلة ما حمل، طقوا فيوزاتها جابوها له. مسكينة، الله يكون بعونها. تفضل. وأنا الغلطان ما جيتي، أنا الغلطان ما كويتي. أنا مهلك فتحية، شبك؟ شلون شبني؟ شو عم تحكي هيك معي؟ بدي لحق أخلص كل الكوي قبل ما يجي جوزي من شغله، فهمتي علي؟ الله يخليك، الله يخليك، علقي لي على الشجرة. لكي بيشا، يلا 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 يلا. معلش فتحية، هلأ طولي بالك شوي، إيميلي الكوي على جنب، في الأخت هون بدها تحكي معك كلمتين. هاي أختك؟ يا عليكي درسانة، درسانة حلوة 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 كتير. بتعرفي قلك إذا شافها جوزي بيطلقني وبيتجوزها. أنا بعرفه لأنه بحب الصغار، بعرفه. طمني فتحية، هاي مو أختي، هاي ضيفة. ضيفة؟ عن جد؟ طيب ليش وقفتيها هون برا؟ فوتي نقعد بالصالون. فوتي أنت وينك؟ فوتي. معلش لا تزعجي حالك، منيح هون. أخت فتحية، أنت مبسوطة بحياتك؟ يعني أنا مبسوطة، بس بتعرفي عم بتعب كتير من الكوي. إيه؟ ولمين عم تكوي؟ عم بكوي لكل العالم، عم بكوي لجوزي ولولادي ولجيراني وكل الجيران، كل شراشف الجيران عم بكويهم، بتعرفي؟ الله يعطيك العافية. لكي أمانة إذا عندك كوي هاتي لأكوي لك يا هلأ، يعني المكواية حامية قبل ما تبرد. هاتي أغراضك. لا يسلموا إيديك، ما بدي إلا سلامتك. إيه شبنا أم عزيز، عم أهلك فلصي فيش المكواية. شبنا فتحية، رجعي حطيه بمحله. شو هاد؟ وين في محل بريزونة؟ ما في، كيف بدي حمي المكواية أنا؟ كيف بدي حميها أنا؟ غلطان ما كويتي. شايفة هي اللي قاعدة على الكرسي؟ هي اسمها رانيا، هي كان حلم حياتها انه تشتغل بالتلفزيون مذيعة، عملت 4-5 مسابقات وما نجحت. مسكينة على غفلة ساءت حالتها وجابوا لنا اياها لهون. خبر عاجل، قامت صباح اليوم رشيدة الهبلة بسرقة صحن وملعقة من خزانة باسمة كاباتيلو، مما أدى إلى حدوث اشتباك بين المرأتين، وقد سرعت أم عزيز للتدخل وفض الاشتباك ونجحت بنزع فتيل الأزمة بين المرأتين. لوين بدي افتول؟ انه كاميرا شغاله يا ترى. بعتوا لي المهندس المكياج، خليني حط شويه حمراء. كيفك رانيا؟ اهلين ام عزيز، مين هي اللي معك؟ مذيعه جديده وش كتير تلفزيوني. لا مو مذيعه، هي الانسه ناديه ضيفه عنا هون. اهلين انسه، شفتيني وانا طالعه على الهواء؟ ايه شفتك، طالعه ظريفه كتير. بعد بكرة عندي برنامج منوعات اسمه نسوان ورجال، تابعيني ها؟ إن شاء الله، خلص رح تابعك. قلي لي يا رانيا، أنت مرتاحة هون؟ مو كتير. شو السبب؟ حاسة ما حدا قابضني، مع أني مذيعة مهمة كتير. بعدين الأكل مو طيب أبداً، والشراشف مو نظيفة، ما في شي نظيف هون.
حاسة حالي عايشة بمزبلة، وليش؟ ما حدا بيعرف. والله والله من بكرة بدي أدور على غير محطة أشتغل فيه. طيب شلون التدفئة والمي السخنة؟ يلا يلا رانيا، عندك هلأ فترة على الهواء، قومي شوفي شغلك أوام. عن إذنكم بدي أطلع على الهواء. شو هالحكي؟ طيب روحي انت لحقتك فورا. يلا انسه نادية، مضطره اعتذر منك، انا عندي حاله مستعجله، حضرتك بتقدري تكفي جوله لحالك. مو مشكله، خدي راحتك. شكرا. يعطيك العافيه يا انسه. الله يعافيكي. لو سمحتي ممكن اخذ من وقت حضرتك شوي؟ ايه تفضلي. يا أنسة أنا عم دور على حدا يسمعني ويفهمني، لأن إذا ما حكيت اللي عندي وفضفضت ممكن يطعق لي وجن. لا تستغربي يا أنسة، أنا موجودة هون بالغلط. صدقيني صدقيني أنا كم ضحية لجريمة بشعة ارتكب زوجي بحقي. هلا طلعي فيني، أنا باين علي إني مجنونة أو مختلة شي؟ لا لا أبدا، بالعكس تماما. عظيم كتير، معناتها ممكن تتعاطفي معي وتساعديني، مو هيك؟ طيب شلون بدي ساعدك؟ يا أنسة أنا كنت متزوجة من إنسان أقل وصف ممكن أوصفه، إنه إنسان خالي من أي ذرة من الإنسانية والعواطف. هيك قدر أعمى وأطرش حطه بخلقتي وخلاني أتزوجه. صدقيني من يوم ما تزوجته انقلبت حياتي فوقاني تحتاني، تحولت لسجينة ببيته وبين أربع حيطان، وكل يوم على ضرب وبهدلة وإهانات. صدقيني صدقيني لو كنت خدامة عنده ما كان تعامل معي بهالأسلوب. طيب وأنت ليش سكتتي؟ كان بإمكانك تحكي مع أهلك أو مع أهله. نحنا كنا عايشين ببيروت، يعني بحكم طبيعة شغله لزوجي، ومن يوم ما تزوجنا ما جابني ولا مرة وحدة على الشام، ولما جابني على الشام جابني لهون دغري. وشلون جابك لهون؟ أنا كنت عم اتخانق معه كل يوم، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة، وأضربت عن الطعام أسبوع كامل ببيروت، لحتى قبل يجيبني لهون لحتى أشوف أهلي ويلاقوا لي حل معه. إيه وبعدين شو صار؟ للأسف، ما كنت حاسة بالمخطط القذر يلي عم يرسم لي إياه، وقعد ضحية لعبة حقيرة منه. بس كيف زبطت معه ما بعرف. صدقيني صدقيني أنا كل ما أفكر بالموضوع بيجي لجن. يعني معقولة معقولة الواحد فتح عيونه وفجأة يلاقي حاله بشفى المجانين وبهالبساطة هي؟ بس أنا ما فهمت شلون قدر يدخلك لهون. جوزي داهية يا أنسة نادية وقادر على كل شيء، يعني بشوية رشاوي ومحسوبيات عملني مجنونة ولحشني هون لحشة الكلاب. لا حول ولا قوة إلا بالله، واضح أنك مظلومة كتير. مظلومة وبس. صدقيني يا أنسة نادية، أنا لو اللي مرق على راسي مرق على أي وحدة عاقلة أكيد ما كانت تحملته. طيب كيف بقدر ساعدك؟ أنسة نادية هذا عنوان بيت أهلي، بدي إياكي تروحي لعندهم وتخبريهم إني أنا موجودة هون، وتحكي لهم شو عمل جوزي فيني، هن بيتصرفوا. خلص اعتبري رسالة وصلت. يعني اعتمد عليكي؟ ولا يهمك. أنسة نادية مشان الله ما تنسيني، شكرا كثير لك. حطي ببالك انك بمجرد ما توصلي لبيت اهلي تكوني انقذتي حياه انسانه من الموت او الجنان، واذا صدف وما لقيت العنوان تعي لعندي وانا بعطيك عنوان بيت اهلي بالضيعه، لانه هني اكيد بيكونوا سافروا على الضيعه. العنوان جوا بالمهجع. جتم عزيز انا خايفه تعمل لي مشكله. شو كانت عم تقول لك عزه؟ اسمها عزه؟ مش معرفتك على اسمها؟ لا ما حكيت شيء، عم تسلم علي بس. طيب تفضلي لحتى نكمل الجولة. شرفي شو رأيك باللي سمعتي؟ شغلة غريبة فعلا، يعني واضح إنها إنسانة مظلومة. طبعا مظلومة. صدقيني يا أمي أنا من لما حكيت معها أدركت فورا إنها إنسانة عاقلة ومتزنة 100%. طيب شو ناوي تعملي؟ أكيد ما رح خيب أملها فيه ورح حاول ساعدها بأي طريقة. وأول شيء طبعا بدي دور على عنوان أهلها وقابلهم وأحكي لهم على اللي شفته. طيب شو رأيك ابعت معك ابن خالتك عمار؟ أحسن ما تروحي لوحدك عند ناس ما بتعرفيهم. ليش لا؟ ما في مانع. أصبح لك أنا حأتصل فيه وخليه يجي. بتعرفي ماما؟ أنا حاسة إني رح أطلع بمادد اسم كتير من ورا هالقصة. وأنا هيك حاسة. قومي أعطيني التليفون خليني أتصل فيه.
انت متاكده من العنوان؟ هذا العنوان اللي اعطتني اياه غريبه. هي صرنا ساعه بنفتيل وما كنا نصل لنتيجه. والله اقري لي هالعنوان من اول جديد اذا بتريدي. الحجر الاسود، شارع الأربعين، جاده السعاده، منزل محسن ابو لفا، جانب الخضرجي ابو اسعد. هذا هو شارع 40، صرنا لافينا 3-4 مرات وبعدين. خلينا نسال هالزلمه نشوف. يعطيك العافيه يا اخ. اهلين الله يعافيك. والله بتعرف لنا وين جاده السعاده؟ جاده السعاده؟ إيه وين قالوا لكم؟ على حسب العنوان اللي معي بشارع الأربعين. هذا شارع 40 بس يعني ما في جاده بهالشارع اسمها جاده السعاده. متاكد انت؟ طبعا متاكد، متاكد كثير، لانه جاده السعاده بشارع 50. وين صار شارع الخمسين؟ ايوه شايف اول دخله على ايدك اليمين؟ بتدخل فيها شي 50 متر لقدام في شارع عرضاني بيجيك، شارع عرضاني. هذا هو شارع 50. ماشي يسلموا، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا يا اهلين. شو رايك نروح على جاده السعاده اللي بشارع الخمسين؟ جرب لنشوف. يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلين. والله هذا شارع 50. اي نعم وصلت. وين جاده السعاده؟ هون مطرح ما انك واقف جاده السعاده. في خضرجي اسمه ابو اسعد، تعرف لنا وين؟ هنيك باللفه بالحاره في خضرجي اسمه ابو اسعد. انا توصلنا. شكرا. الله معكم. محسن ابو الوفا، بحياتي ما سمعت بيك اسم. شو هالحكي، متاكد؟ اي طبعا متاكد، هن دلوك لعندي. اي نعم. عفوا، في خضرجي غيرك هون اسمه ابو اسعد؟ اي في هون بالحاره الثانيه. طيب يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا اهلين وسهلين، شرفتوا. اهلين وسهلين. الله معك. ما خلينا واحد اسمه ابو اسعد بكل جاده السعاده الا وسالنا وما اخذنا نتيجه. اكيد في غلط بالعنوان مو هيك؟ طبعا، يمكن لما كتبت لك العنوان بسرعه خربطت فيه. بس المسكين اعتمدت علي، بقى شو بدنا نساوي هلا؟ شو بدك تساوي يعني؟ انت عملتي اللي عليكي وما قصرتي. شو قصدك؟ قصدي حاجه، لسه بدنا نفتل كمان. لا طبعا، بس انا بكره رح ارجع على المستشفى، رح اتاكد منها من صحه العنوان. بلكي كانوا مسافرين او تاركين الحاره، لانه هي لمحت لي بهالخصوص. وشلون بدك ترجعي مره ثانيه؟ ما قلتي لي اذن الزياره لمره واحده بس وصعب تاخذيه مره ثانيه؟ مزبوط هالحكي، بس انا هالمره ما رح فوت على المصحه باذن رسمي. لكن شلون بدك تفوتي؟ دبر حالي، لا تاكل هم انت. بتعرفي يا لعزة؟ شبه ماتت؟ بتعرفي بأنه مهجع ساكنة؟ شباك التاني ولا بقى تدقي لهون لأنه بدي اطلع الهواء. ما بدنا حليب يا أختي. عزة هون؟ شو بدك فيها انت؟ هلأ نادينا بسرعة. كيفك عزة؟
منيحة؟ أنا دورت على عنوان أهلك كتير وما كنت لاقي. يمكن أنت مخربطة بالعنوان. أنا عنوان؟ عنوان أهلك شو نسيتي؟ لك أنا ما عندي أهل. أنت منين جبتي هالقصة؟ هيو مو أنت اللي وصيتيني؟ أنا وصيتك على سندويشة فلافل بلا مخلل. جبتي لي إياها معك ولا ما جبتيها؟ سندويشة فلافل؟ طالما مالك جايبة السندويشة معك، ليش عم تدقي على الشباك؟ لحما تضربي شو وقحة؟ لحما لك شو العالم هدول؟ لك نحن ناقصنا مجانين. انت رابع ضحية بتوقعي بفخ عزة. شو يعني؟ يعني عزة مجنونة. صار لعنا 10 سنين وكل ما شافت إنسان غريب بتحكي له قصة شكل. لا يا دكتور، عزة مو مجنونة أبدا. أنا المجنونة اللي صدقتها وضيعت كل وقتي من شانها. هيك يا عزة؟ هيك بتسودي وشنا قدامها؟ يخرب بيتك يخرب بيتك وبيت بيتك. على كل حال وينكم؟ مو بس اللي جوا مجانين.